And now the best way to describe the contact prayers to you is to demonstrate exactly how it is done. So now I will demonstrate for you the morning contact prayer. Do you remember the first thing you have to do in order to observe the contact prayers? That's right, the intention. You declare your intention, in Arabic, niyya. So since this is the morning prayer, I will make the intention for the morning contact prayer in English, then in Arabic. Then I will proceed with the prayer, and you just watch everything I'm doing, and this will be the correct way for observing the contact prayer. So here I am facing the direction of Mecca, and I'm going to make my intention. I intend to do the morning contact prayer. Nawaitu salat as-subh. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السلام عليكم السلام عليكم And this completes the morning prayer. This is the original contact salat prayer as observed by the Prophet Muhammad. And it came to us all the way from Abraham exactly this way. And you notice in my prayer, I didn't look around, I didn't laugh, I was not distracted, I concentrated on communicating with my Creator. And now I will do the noon prayer. Now the noon prayer, the afternoon prayer, and the night contact prayer are all identical, exactly the same. So the intention for the noon prayer is Nawaitu Salat Al-Dhuhr. For the Asr, for the afternoon prayer, Nawaitu Salat Al-Asr. And for the night prayer, Nawaitu Salat Al-Isha. So what I'm going to demonstrate for you is four rak'ahs, which is suitable for the noon, afternoon, and the night prayers. So here we go. I face the direction of Mecca, and I make my intention according to whichever contact prayer it is, and I start my prayer by opening with takbir. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام عليكم. السلام عليكم. And this takes care of the four rak'ah prayers, the noon, the afternoon, or the night prayers.